يا ماما تركي بروح بابا معلش تطر انت مخبره رامز انك اليوم رايحه لعند اختك ليش رامز اجى لهون اجى واخذ تايم لك بابا انت شلون تتعاملي مع زوجك بهالطريقه هي مفروض تقولي له وين رايحه الرجال ما بيحب حدا يعامله بهالطريقه هي ترك لك مفاتيح السياره تفضلي ماشي اصفف لك اياها بالحاله الثانيه باولها تصبحوا على خير لما تصلي على البيت خبريني في مرة متزوجة ترجع على بيتها لحالها بهالوقت المتأخر هاد بابا نحن ما حسينا على الوقت أنا بحكي مع أماني معك حق بابا بس مثل ما قالت نوار ما حسينا بالوقت الوحدة اللي بتكون مسؤولة عن بيت وعن ولد ما في شيء اسمه ما حسينا بالوقت الله معك تعصر